بكم صباح الخير من جديد لكل المشاهدين والمشاهدات اللي عم بتابعونا بهالفقرة. نحكي فيها عن بعض النصائح اللي لها علاقة بصنع الساندويتشز السندويشات خصوصا لأولادنا بالمدارس. يعني احنا بلش أنا وسرين كنا الصبح عم نحكي أنه بلش الفصل الثاني يعني بالمدارس وضروري أنه نكون هيك مستعدين حتى نحضر لأولادنا وجبات صحية. هناء أبو سعود اليوم معنا خبيرة تغذية. أهلا صباح ورح تحكي لنا أكثر عن الوجبات الصحية اللي ممكن أنه نعطيها لأولادنا بالمدرسة. مزبوط. والله وقلنا في كمان هدول زاكين يس مزبوط للكبار والصغار. صباح الخير لإليك ولجميع المشاهدين ومبروك لإلنا وعليكم الانطلاقة الجديدة والحلة الجديدة للتلفزيون الأردني بوجود ضيوفنا المميزين. تسلمي شكرا وإن شاء الله دائما بتكونوا بالطليعة. أهلا وسهلا. عن الساندويتشز الصحية للأطفال. هلا هي للأطفال وزي ما قلتي للكبار. هلا أول شيء بحب أحكي عن الأشياء اللي بنحاول نتجنبها بالساندويتشات اللي بنعملها لصغارنا على المدرسة أو حتى لإلنا إحنا الكبار. في كتير أطفال بياخذوا على المدرسة أو الساندويتشات اللي فيها الجبنة الصفراء. إحنا بنحاول الأجبان الصفراء كل ما كانت الجبنة لونها أصفر كل ما كان فيها دهون عالية. فإحنا بنحاول نتجنبها لو عملناها. مثل هاي الجبنة اللي هو التشيدر الجودة الأشوان الإيمنتال. هلا هم مفيدين فيهم فائدة لكن برضو فيهم دهون بنسبة كتير عالية فبنحاول إنه نخليها مرة مرتين بالأسبوع مش أكثر بكمية معتدلة. غير هيك في عنا المرتديلا واللحوم المصنعة والسوسج والهوت دوغ هاي فيها نسبة أملاح كتير عالية وفيها مواد حافظة كتير عالية كمان فبرضو بنحاول نتجنبها. اللانشون ميت كله بأنواع فيه نوع النيتريت فيه الصوديوم الملح بشكل كتير عالي كمان إذا كانت درجة الحرارة عالية ممكن إنهم يخربوا برضو. طبعا هدول قابلين للتلف بسرعه هنا مزبوط عشان هيك بنخاف نعطيهم لاولادنا لانه اذا يعني مثلا لتيجي الفرصه والدنيا شوب هلا احنا الفصل الثاني راح تصير الدنيا شوب شوي مزبوط اظن هدول بتلفوا بسرعه صح بنحاول نتجنبهم تمام. وغير هيك الاجبان المصنعه اللي هي القابله للدهن الكريميه هاي الاجبان برضه مربعات كل الاشكال بالضبط بالضبط كل ما كانت يعني اي احنا بنروح على الثلاجه بالسوبر ماركت اللي فيها الاجبان المصنعه القابله للدهن والكريمه بنعرف انها هذه مضره حتى اللي بالجارز اللي بالمرتبنات مزبوط لانها كلها بروسيسد مصنعه فيها كثير املاح فيها سكر هي فيها نكهه جبنه نكهه حليب هي مش مصنوعه لا من الجبنه ولا من الحليب فبنحاول نلجا اكيد نلجا للاجبان السوليد الفريش الحلوم النابلسيه يعني كل ما كانت الجبنه فريش اكثر كل ما كانت احسن أكيد. طبعا اذا يعني هون نقول نتجنب. مش مفضل حتى نتجنب, نتجنب. بقدر الامكان لانه ممكن يتلف بالحراره وكمان أنا حبيت هاي الجبنه على جوزتي ملبين بس خلص هدول مش كويسين هدول مش كويسين بالاضافه للبيض للمايونيز هدول ما بنحطهم على درجه حراره عاليه يعني البيض ممكن الطفل قبل ما يروح على المدرسه يفطر بيض بس انه على المدرسه لا بتخافي كثير انه يعني سرعه انه ممكن يخرب يعني مش شرط درجه حراره كثير عاليه ممكن درجه حراره شوي عاليه يخرب البيض صح. والمايونيز نفس الشيء كمان المايونيز اصلا هو مكون من البيض صح بياض البيض المفروض انه هيك مصنوع مزبوط. صح طيب اذا البديل الصحي موجود البديل أكيد. الجيد موجود وهنا اشرحي لنا عنه اوكي هلا اول شيء انواع الخبز في كثير بيحتاروا انه طب شو الخبز اللي استخدمه يعني اي نوع كثير في انواع عندنا هلا احنا بنفضل كل ما كان الخبز اسمر كل ما كان احسن اكيد بنحاول قد ما نقدر نبعد عن الاشياء البيضاء الرز الابيض المعكرونه البيضاء الخبز الابيض لانه كله عباره عن سكر ومنزوعه منه الانخاله والحبه الكامله كمان هو بروسيسد زي ما بروسيسد كثير ومصنع كثيرا صح في خميره بنسبه كثير عاليه كربوناته بنسبه كثير عاليه هون الخبز الاسمر هو الحبه الكامله هذا طبعا افيد شيء بيكون فيه الحبوب هيك بناخذ احنا فيتامينات بناخذ معادن ناخذ الياف وكمان يعني بتشعري بالشبع بشكل اسرع مزبوط. يعني ممكن تضطري تحطي خبزتين بيضه ويحس حاله لسه مو شبعان بس خبزه سمراء بتعطيكي شبع لانه فيها شبع الياف اكثر بالضبط وهذا خبز اسمر من بس غير من غير الحبوب صح بس وهذا اظني كمان وهذا التوست برضه فيه حبوب يعني بالضبط طيب اذا هدول انت بتنصحي فيهم اكيد كل ما كان الخبز اسمر صغارهم شويه بحبوش الاسمر يعني تعويد الطفل كل ما تعود انه حتى بتقدر تحكي له هذا فيه شوكليت بيصدقه فيه صغار يعني لما يكون تبلشي معاه من هو صغير ممكن يصدق ممكن يحبه فهي تعويد هلا الخبز الابيض فيه يحكوا لي انه ما بحب ابيض ممكن احنا نحط واحدة بيضه واحدة سمراء وانا بحب هذا الحجم انه احنا بنقول العين اللي بتاكل في عندنا اطفال عندهم كثير سمنه فانا بدل ما احط له واحدة كبيره لو حطيت له تنتين صغار من هاي راح يشعر انه يعني ككميه معقوله اكثر كمان لانه اللي خبرت عندهم اولاد مرات تعطيهم سندويشه كبيره ما بياكلوها كلها ما بياكلها حرام كلها. يعني كمان تنكب او كذا صح. فهي يعني اذا شبعته خلص بياخذش الثانيه بترجع هاي الغيرها للبيت فيعني هدول وفي شيء انا ما بعرف اذا بتوافقيني عليه هنا الخبز الاسمر متماسك اكثر يعني اذا نحط بالشنطه بتعرفي الاولاد بحطوا الشنطات على بعض صح لانه في الانخاله والالياف بعدها موجوده فيه بتحسي الابيض بتفتفت
صح الابيض فهذا عملي كثير. هلا هاي كمان فينا نعمل فيها اشكال، نجيب الخبزه التوست الاكبر من هاي، فيك برضه قوالب اصغر من هاي، بتصير تعمل الطفل سندويشات اشكال بتقطعي له اياها على شكل عصفور على شكل شوي. ممكن جرب بدك تشدي يعني. اكثر لا هاي اكبر شوي. في اللي بيكون مربع التوست المربع كمان بيكون اضبط، هي عشانها انها هي سمرة وحبه كامله فبتكون اي بس كان جعبالي اشوف الشكل على كل حال بس هي حلوه مبينه عصفور شكلها او شيء عصفور او وفي امهات يعني عندهم طولة بال ومفننات الصبح بعدين على شكل ورده على شكل هذول الامهات يعني والله الله يعطينا طولة بالهم يا رب كثير في امهات رائعات جدا بالتفنن لاولادهم واعتقد اللي بده يخلف اولاد بده يطول باله صح يعني بدهم مجهود خلص هي مسؤوليه يعني صح وفينا قبل بيوم بالليل نكون عارفين شو بدنا نعمل او نجهز هاي طلعت هيك صح فقم هذا بالذات البيكي ايترز في اطفال بيغلبوا بالاكل صح. يعني احنا عندنا نوعين اطفال بياكلوا كثير وعم نحاول نخفف وزنهم واطفال ما بيرضى ياكل يا دوب اذا بياكل امه بتعمل عرس صح وقدر تتفنن له يعني برضه بيرجع لها مزبوط. الاكل مزبوط طيب احنا هون عندنا الحشوه الساندويتشز اللي انت بتنصحي فيها صح. شو مثل شو الإشي التقليدي اللي احنا كلياتنا تربينا عليه من احنا صغار زيت وزعتر. جبنه زيت وزعتر لبنه هذا اللي نمبر 1 لا يعلى عليهم بالزبط. هلا في ممكن نضيف طبعا اللي ممكن صدور دجاج مشويه نعمل ساندويتش تشيكن بيقدروا ياخذوه على المدرسه بيقدروا ياخذوه على المدرسه درجه حراره عاليه هلا بيكون أوكي. مطبوخ بعدين الدجاج ممكن هلا في احنا عندنا المقصف المدرسي في كثير اصناف ومشهيات الاطفال البرجر والبيتزا والمناقيش ففينا احنا يعني مش غلط انه الطفل او احنا الكبار ناكل من هاي الاشياء بس نحاول نعدها بطريقه صحيه قد ما بنقدر يعني البرجر اذا انا بعمله في البيت بجيب تشيكن البريست صدر الدجاج المشوي بشويه على الجريلد عندي في البيت احسن ما الطفل يروح على المقصف ياخذ بحبوه برجر مقلي لانه صح وزيت ما بنعرف نستخدمه احنا بطريقه صحيه قد ما بنقدر في البيت نضيف الخضره على السندويشه كمان كثير ضروري هذا كثير مهم لانه انا شايفه هون الساندويتشز هون انت حاطه فيهم خضروات. وهذا كثير مهم يعني اذا الكاميرا برضه بتورجي قديش مهم انه نضيف الخضروات للسندويشه هذا شيء كثير اساسي ومهم منها بنخفف حشوه هذا شو اللي هو الحراريه الخس الاحمر الرز لتس ومنها بناخذ فقره الخضره وكشكل كمان احلى وطبعا لازم يكون في تبروير خضره بالمدرسه جانبي يكون في عندنا خضره يكون في عندنا حصه فواكه الفواكه دائما بنقول يفضل بالمدرسه ياخذوها حبه كامله زي ما هي لانه اذا عصرناها بنفقد الفائده الا اذا تفاحه كبيره كثير كمان الولد حرام بيقدرش مرات ممكن نقطعها ونحط عليها عصره حامض عشان ما تتغير لونها ما تتاكسد بالضبط العصير نعمل حسابنا اذا عصرنا مثلا اورنج انه خلال ساعه بده يكون شربه لانه بيفقد الفائده والقيمه الغذائيه الموجوده فيها لما بتعرض للهواء فهيك يعني مثلا هدول مقطعين طريقه كثير لطيفه وجميله يعني حتى لو ما عندنا البيبي الكاكمبر الخيار الصغير ممكن هو الصغير نقدر نقطع اللي عندنا يعني صح. لو خيار كبير بنقطعها زي هيك وانتم يعني برضه انت عامله الجزر بطريقه مغريه ممكن كمان انه هاي برضه تتقسم لقسمين ولا صح مزبوط اكيد فيها البيتا كاروتين كثير مفيد موجود بالجزر للصغار الخضره احنا بنقول بكل انواعها ونشكل وننوع ما نقتصر على نوع واحد فقط بحب الفليفله البندوره الصغيره التشيري توميتو الفطر الخس الخيار اي شيء بحبوه الصغار نحاول نحط لهم اياه وللنشويات هي قاعده الهرم الغذائي مش بس خبز في عندنا معكرونه ممكن نبعث معها سلطه معكرونه على المدرسه او معكرونه باللبن ممكن نعمل سلطه بطاطا يعني البطاطا المعكرونه الفول الحب الحمص الحب الخبز هاي كلها مجموعه نشويات الرايس كيك كعك الرز نتفنن ما نختصر بس انه انت بتعرفي ليش انا مهم نفكر بهذا الموضوع واحنا هاي الفقره جبناها خصوصي لانه عم بيقضوا وقت طويل اولادنا حتى المدارس بطلت زي زمان نروح الساعة مثلا 12 ونص واحدة قبل الأربعة خمسة أنت شايفة كم بيروح الساعة 3 ونص وأربعة صح مزبوط وجبة الفطور والسناك اللي عم بياخدها الطفل بالمدرسة كتير مهمة ثلث احتياجاته أو أكثر من العناصر الغذائية ومن الطاقة عم بياخدها بالمدرسة طيب سؤال كتير مهم هنا أنا بحس إنه الأولاد بفضلوا بدل كل هذا الإشي ياخدوا شوكولاتة وتشيبس شو البديل اللي ممكن بساندويتش نعمله لأولادنا اللي يكون إشي زاكي يعني طعمته زاكي حلو فيه سكر هلا الشوكليت والتشيبس هي المشكله انت احيانا ابنك بتسيطر عليه وبتعوديه انه هذا غير مش صحي وما بدنا اياه بيروح على المدرسه بيشوف الكل عم بياكل بصير هو كمان بده هلا هاي الاشياء احنا بنقول
اكيد احنا مع انه قطعها تماما على اضرارها الكبيره، بس هذا شيء عم بيكون شوي صعب بارض الواقع، فبنقول انه لو مره بالاسبوع اخذ وناخذ بورشن معقوله، يعني التشوكليت في تشوكليت بتكون اصبعين اربع اصابع، بعطيه الوحده بعطيه الثنتين، بجيب الاصغر حبه الشوكولاته للضيافه، يعني قد ما بنقدر نحاول اقل. هلا التشيبس في ممكن تقطعي البطاطا الحلوه او البطاطا العاديه في البيت، حطيها بصينيه بالفرن عليها شويه زيت وبهارات تحمصيها، يعني في خيارات ممكن. او تعملي لهم بوشار بسكر بالبيت كمان، حتى البوبكورن زي ما هو ساده كثير خيار صحي بالضبط، هذا بدل تشيبس. ترمس فول حب حمص حب اذا بحبوا ياخذوا معهم على المدرسه كمان بالزبط. هاي اشياء صحيه صح، وسخوا المدرسه بس مش مشكلة. يعني المهم الصحه خليهم ياكلوا، المهم الصحه اكيد. فالتشوكليت اللي بتندهن بتنصحي فيها على الخبز الاسمر؟ يعني هلا هي كفائده هي ابدا ما فيها فائده، هي كميه سكر كثير كبيره، واحنا عم يصير في عنا ادمان على السكر، السكر بجر سكر دائما بنقول بالضبط، بيرتفع مستوى السكر في الدم بشكل فجائي، بيرجع بيهبط، بيرجع الشخص بيشعر انه بده كمان سكر. فاحنا الشوكولاته القابله للدهن فيها زيت نخيل مهدرج بكميه كثير عاليه وفيها سكر بكميه كثير عاليه وزبده بالضبط. هلا زبده الفول السوداني البينات باتر فينا نستخدمها كمان، أيوة المربى بالضبط، المربى العسل، يعني هاي اشياء حلوه طحينية. الحلاوه بطحينيه مع الفستق كمان، هيك بنكون اخذنا مكسرات واخذنا دهون وزيت سمسم هو اصلا سمسم. يعني مفيد صح، فهدول بيكون اكيد احسن من الشوكولاته القابله للدهن. طيب انا بس قبل ما نخلص السندويشه الاسطوريه اللي كنا بنحبها اللي هي الزيت والزعتر، وبقولوا انه هذه السندويشه بتعمل يعني بتفتح العقل وبتخليك انه سمسم صحيح، هذا ولا مبالغه بموضوع الزيت والزعتر؟ لا زيت الزيتون مفيد كثير والزعتر كثير مفيد، اول شيء خضار وما في سعرات حراريه، السمسم في دهون كثير مفيده وبنحط عليه بخارات وبنحط عليه سماق، فبالعكس لا زيت والزعتر الزيت لا يعلى، الزيت والزعتر تألق دائما في كل العصور. سمر انا وياك تربينا على زيت والزعتر طبعا، احلى انا زيت والزعتر، انا كثير اكل زيت وزعتر وبطعم ابني زيت وزعتر، بتفنن شغل بالزيت والزعتر، بدنا نحط على الجبنه زعتر، يعني بنقدر ندخله بكثير اشياء صح. مفيد وممكن نحط معها خيار وبندوره واشياء زاكيه كمان، يعني بالخضره وبالفواكه تفننوا ما بدنا نحط ليمت عليهم، بدنا نتفنن أبداً فيهم أبداً. اكيد وهلا صار في لانش بوكسز حلوين، الواحد مقسمين وحلوين وكويسين مزبوط صح. بيقدر الواحد يحط فيها كل شيء صح مزبوط. هنا كثير شكرا، شكرا لك انت انت يعني اليوم اعطيتينا فكره عن السندويشات الصحيه لاولادنا بالمدرسه، بدي اشكرك كثير هنا ابو سعود، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، صباحك سعيد، صباحكم سعيد.